مع ساعات الصباح الباكر يتوجه إبراهيم نوح إلى محصوله، وفي ذات الوقت يتوجه أهالي جبل نفوسة لحصاد محاصيلهم، مصطحبين معهم أطفالهم ونساءهم وزادهم ومواشيهم، ويستمر حصادهم إلى غروب الشمس بشكل يومي وحتى الانتهاء من الحصاد، ويطلقون على هذه الأجواء الرغاطة. عاداتنا وتقاليدنا قديمة هذه من أيامات جدودنا، هيك نوض ما لقيناهم هم يعني بالشكل هو، يعني حسينا ان احنا ما قدرناش ان احنا نفوتوها. العادات ضروري منها نشبحوا فيها، يعني هي يعني حتى تحسبها ماديا مشاكل ما كنا هيك نشبحوا فيها، ان هي زي ما يقولوا الشابين قبل السبر، احنا نقولوا فيها سبر وعادات يعني هيك، هي اغلب توا هي في الاغلب يعني شبه يعني ها كان احنا فوتناها الجيل هم كان فاتوها معناها بيجي يوم من الايام ما عادش حد لا الزرع ولا الزريعه بتنقر. بعد حصد المحصول يتم تجميعه على شكل حزم صغيرة تسمى الواحدة منها الغمر، ويتم وضعها داخل سلة كبيرة مصنوعة من الحلفة استعدادا لنقله إلى مكان الدراس. عقب ذلك يتوجه الأهالي لبدء عملية الدراس في أجواء اجتماعية ذات طقوس مميزة لا تتكرر إلا مرة كل عام، يشارك فيها الأهالي جميعا، ويعد أكل البسيس والزميتة على رأس هذه الطقوس، حيث يتم في عملية الدراس فصل حبوب الشعير عن التبن. الأرض عندنا هنا سمحة للزراعة وهذه من مجهوداتي، وهذه تشبح فيها يعني لحتى الزرع متاعها يعني طبيعية وأجود منها اللي يجيبوا فيها من برا. وقت تدير بها بازين ولا تدير بها زميتة ولا تدير بها بسيسة يعني تلقاها حتى في البنة وفي الماكلة أنظف وأجود وأصح وأبن حتى في فلهذا يعني ننصح كل أخوتنا في الجبل ولا ما ينسوش هالعادات وهالتقاليد وهالبرنامج متاع الشيابين قبل. ويعد موسم الحصاد بجبل نفوسة من أهم المواسم الزراعية التي يحرص عليها أهالي المنطقة، لما يحمله لهم من خيرات وفيرة تكون سندا لهم لشهور قادمة، منها يأكلون ويطعمون مواشيهم.